نرجع للخبر اللي كنا بنتابعه قبل الفاصل والتساؤل اللي طرحناه ما بعد رفض وزير الأوقاف النهاردة لموضوع إنشاء نقابة للأئمة. مشروع القانون المقدم في البرلمان أو في اللجنة تحديدا لجنة دينية في مجلس النواب، وكنا بنسأل عن موقف الداعين لإنشاء هذه النقابة وفي مقدمتهم الشيخ محمد عثمان البسطويسي اللي معانا على التليفون. برحب بحضرتك معانا يا فندم، أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك يا فندم. يعني تعليقك ايه يا فندم على رفض وزير الاوقاف وموقفكم؟ يعني احنا فاهمين ان في تجمع وفي دعوه من عدد من الائمه وفي كيان يعني او في نقابه تحت التاسيس لو جاز التعبير. والله الغرض كان الغرض من تاسيس النقابه ومن انشاء النقابه هو الارتقاء بسلطه الائمه وتطويرها بما يتناسب مع مستجدات العصر. ويبقى فيه ارتقاء على المستوى العلمي والثقافي والاجتماعي للائمه وللدعاء وتامين حياه كريمه للائمه وزويهم بقى في مده خدمتهم او بعد التعاقد او في حاله العجز والوفاه والدفاع عن حقوقهم ومصالح الائمه والحفاظ على المساجد من اصحاب الافكار الهدامه والناس اللي بتدعي التدين لبس افكارهم المريضه وبرضه من مبدا المساواه لان احنا عندنا الماده 76 من الدستور بتقول انشاء النقابات والاتحادات على اساس ديمقراطي حق يكفلها القانون وتكون لها الشخصيه الاعتباريه وتمارس نشاطها بحريه وتسهم في رفع مستوى الكفاءه بين اعضائها والدفاع عن حقوقها وحمايه مصالحهم وتكفل الدوله استقلال النقابات والاتحادات ولا يجوز حل مجالس ادارتها الا بحكم قضائي ولا يجوز انشاء اي منها بالهيئات النظاميه، قصد هنا بالهيئات النظاميه الجيش والشرطه. بس وزير الاوقاف ضرب مثل بالجيش والشرطه، قال يعني اولا نقابه للائمه هيكون فيها تنازع وتداخل في الاختصاص مع وزارة الأوقاف وهتعمل انفلات وفوضى في الدعوة، وقال يعني اعملوا زي القوات المسلحة والشرطة نقابة خدمية لكن ما تكونش مهنية. ماشي، هو بيقول بيقول احنا بنوصي بنقابة خدمية تبقى زي نادي الشرطة او زي نادي القضاء، يعني تقوم باعمالهم الخدمية ولكن ما يبقاش عندهم تدخل في الشأن الديني. يعني هو ده التوصيه اللي يعني انتم موافقين انها تكون يعني انتم موافقين انه يعني اي نقابه لو نقابه خدميه تمام وفقا للمفهوم اللي عرضه الوزير النهارده، ولا متمسكين بنقابه مهنيه؟ لا ما انا بس معلش، النقابه المهنيه حاجه والنقابه الخدميه حاجه. صحيح. انا شايف مضمون موضوع انشاء النقابه المهنيه هو ما هوش فيه يعني ما فيش فيه صعوبة ولا فيه قلق في حاجة وكمان القانون نفسه محطوط فيه مواد كلها يعني بتقول عند ما يكون فيه مشكلة في حق الوزير حل مجلس الإدارة بتاع النقابة وإن هو يعني عن انتخابات جديدة والكلام ده كله وبعدين بنحط لها محددات وبعدين أنا قلت ما نخش نشوف المادة اللي عايزة تعديل نعدل اللي عايزين نضيفها يعني نعيش المواد مادة والماده اللي تعمل مشكله بنعدي فيها، انما احنا قفلنا الباب خالص وبنقول لا احنا خلينا في نقابه خدميه وعدم التدخل في الشان الديني. طيب. وطبعا في كتير من الائمه ومن الدعاء مش هيبقوا مرحبين بدوت في حته النقابه الخدميه. وحته هي دي التوصيه او ده كان راي السيد الوزير واعضاء اللجنه قبلوا على نفس الكلام بان يبقى في نقابه خدميه ما تدخلش في الشكل الديني تبقى يعني قلبي انواع اجتماعيه وخدميه وقال ان احنا كمان الوزاره اللي تعملها وتصرف عليها وتجهزها ما فيش مشكله خالص. طيب رايكم او تصور انتوا طرحينه ده عرضتوه على الوزير في الوزاره قبل كده ولا المساله اتطرحت بس يعني قدام اللجنه؟ لا حته ان يبقى في قرار خدميه لا الكلام ده كله اتقال النهارده بس في اللجنه. انما قبل كده لان هو اول يوم النهارده لا طلب حضراتكم انتوا انه يكون نقابه مهنيه وتصور او المشروع اللي انتوا حاطينه لانشاء النقابه هو معمول على نقابه مهنيه حتى المواد اللي محطوطه كلها مستيره على نقابه مهنيه انما ما يكون موضوع نقابه خدميه ده موضوع ثاني. طيب ايوه موضوع طيب هيبقى لسه ده السؤال بقى موضوع تاني، المساله اتقفلت على كده ولا هيكون في محاوله تاني؟ هيكون في كلام؟ هيكون في مراجعه؟ هيحصل ايه؟ لا طبعا لسه المساله ما اتقفلتش طبعا.
البعض فضيله الشيخ يعني حاسس كده او مستشعر ان في كده ازمات داخل في ازمات داخل وزاره الاوقاف ما بين الوزير وما بين الائمه، يعني مش اول مواجهه في موضوع مثلا الخطبه الموحده، والنهارده مواجهه في مساله النقابه. تمام، موضوع خدمة الخطبة الموحدة اللي كانت المفروض تتقال من ورقة ولا أي موضوع؟ ما هي ده، هي شغالة دلوقتي خطبة موحدة، بس هو جه في وقت وقال عايزينها تبقى من ورقة. بس دي مالهاش علاقة، يعني ده كان قرار هو خده وكان كله معترض عليه، ما كانش مش الناس اللي عايزة تعمل النقابة هي اللي كانت معترضة، لا. ده كان لها اعتراض من الكل. فرجع قال لا، أنا كنت بقول الموضوع مجرد يعني مواجهة على الفكرة، ما قالش إن هي تنفذ، ورجعت الفكرة اتلغت. ما فيش شك عشان برضه نكون واضحين ان النقابه الفعليه بتترفض من وجهه نظر الوزير ووجهه نظر اعضاء اللجنه، هي اترفضت لعدم التدخل او لعدم الانتظام مع الوزاره. يعني ما فيش اي سبب ثاني للرفض غير هو السبب ده. مفهوم. على كل اي حاجه ثانيه اي حاجه ثانيه او اي النهارده ان الائمه اللي بتطلع اللي بتطلع على المنابر وتخطب واللي بتطلع في الاعلام وهنا وهنا، هي الوزاره عامله محددات مش عامله محددات، لكن احنا بنقول لما يكون في نقابه يبقى النهارده انا عضو نقابه هطلع، مش عضو نقابه مش هطلع. ومش اي واحد يجي النهارده يطلع له قانون نقابه، ما هيبقى لها برضه شروط. طيب الوزير كمان اتعرض عليه او اتناقشته معاه في موضوع قانون جديد للخطابه، وبرده قال احنا مش في حاجه لده، والقانون اللي موجود دلوقتي يعني تمام وفي كل شيء يغطي. كان قانون معروض من كابتن النائب محمد شعبان. ده كان معروض ان هو يبقى عامل قانون الخطابه، ولكن هم قالوا برده ان هم يعني بس برده الموضوع ده ما اتقفلش، ان هم هيقعد مع الوزير ويوصفوا الموضوع، يعني عشان في قرار من رئيس الجمهوريه بموضوع تنفيذ الخطاب الديني، عشان ده ما يتعرضش مع ده يعني. تمام. في ميعاد تاني هيحصل اجتماع تاني او مناقشه مراجعه بعد مواقف الوزير؟ طبعا في بعض الائمه هنعمل بعض ضيوف لقاء مع الدكتور اسامه العبد رئيس اللجنه، ويقولوا برضه رايهم، لان هم ما حدش من الدعاء خالص ولا الائمه كان موجود عشان يتناقش اي حاجه او يتقال حتى يتسمع رايهم او اي حاجه. فده هنعمله مع الدكتور اسامه وهنشوف الموضوع هيبقى الدنيا فيه ايه. ان شاء الله، واحنا اكيد ان شاء الله ان شاء الله. شكرا جزيلا. احنا عايزين بندور على حاجه ان احنا بندور على الصالح العام للبلد مش اكتر من كده. تمام، شكرا جزيلا لحضرتك. بس كان في تداخل بس في الضيوف، اللي كان بيكلمنا دلوقتي هو سياده النائب مصطفى الكمار عضو اللجنه الدينيه في مجلس النواب.